دكتورة أماني الطويل، أولا مساء الخير على حضرتك. نور، أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك والمشاهدين. إثيوبيا بتصعد اللهجة، أعتقد هذا الكلام صحيح؟ لو كان كلامي بالدقة إنه في تصعيد إثيوبي وليس في محاولة للوصول لاتفاق، هما بيصعدوا، بتقرأ القراءة إزاي قراءة حضرتك؟ لا، أنا لا أقرأ تصعيد، أنا ألاحظ أنه قبل أي فعل إثيوبي بيتم الكثير من إشاعة نوع من أنواع اللغط حول مواقف الدول وحول الموقف الإثيوبي، في محاولة للتشويش حوالين يعني الأحقية المصرية السودانية في عدم الضرر. فمرة يتكلموا عن سيادة، ومرة يتكلموا عن حقوق 86% في المياه، و يعني كل هذه الأمور سرديات لا تملك يعني وزنة منطقية ولا تملك حجية قانونية، وهي سرديات الهدف منها التشويش السياسي في توقيت معين، وهم بارعين الحقيقة في المسألة دي. طيب لا، مسألة انهم بارعين في ده، احنا مصر ردت يوم الخميس بشكل واضح وانه يعني غير في مقبول، فرق ان انت ترد رد سياسي وان انت تشوش. انا بسمي اللي بتعمله اثيوبيا تشويش، لكن احنا عملنا ردود سياسيه. انت لما تقارن بين الخطاب السياسي السوداني والمصري والخطاب الاثيوبي هتلاحظ فرق، تلاحظ فرق كبير. يعني في مهنيه في الرد المصري والسوداني، في حديث عن الاضرار، في حديث عن القانون الدولي، بينما الرد الاثيوبي هو تشويش وتضليل و يعني محاولة للصق مواقف بمصر والسودان ليست واقعية. بمعنى الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي، انهم عايزين يزودوا من امد المفاوضات، وده مش حقيقي، ليس في مصلحة احد التمديد بامد المفاوضات. يعني الخطاب السياسي المصري مرتكز على فكرة ان احنا بقالنا عقد من الزمان عايزين نخلص، عايزين نوصل الى اتفاق ملزم يحقق كمان افق تنموي. يعني احنا مش هنفضل في موضوع سد النهضه، خلينا نتكلم عن افاق تنمويه لدول حوض النيل الازرق. كل الامور دي غائبه في الخطاب الاثيوبي، بينما هي موجوده في الخطاب المصري السوداني. مصر اتكلمت على انه مساله فرض الامر الواقع مرفوضه تماما. صحيح، لكن هو يعني من يستطيع الفعل هو إثيوبيا. مرفوضة على المستوى السياسي، على المستوى العملي حتى الآن ما فيش إسناد دولي. يعني الموقف الأمريكي مرهون بموافقة الأطراف على دخول الإدارة الأمريكية الوساطة، وأنا أتصور أن على الإدارة المصرية أن تمارس يعني ضغوطا مضاعفة على الموقف الأمريكي، لأن أو مواقف كمان كل أطراف الرعبوعية، لأن مسألة رهن الوساطة بقبول كل الأطراف رغم التعنت الإثيوبي مسألة أظن أنها يعني يجب أن يكون فيها وقفة، وخصوصا أن احنا بنتكلم هنا عن تهديد الأمن الإنساني لملايين من البشر. دكتورة أماني، المجتمع الدولي بيتفرج، يعني ما نقدرش نقول المجتمع الدولي عايز ياخد خطوة إيجابية، هم بيقول لك لازم الدول الثلاثة، طب ما هم عارفين إن إثيوبيا رافضة، وبالتالي لا أمريكا متدخلة بشكل واضح، ولا الاتحاد الأوروبي، ولا الأمم المتحدة، وبالتالي سايبين لك الموضوع ليك أنت والسودان، والاتحاد الأفريقي زي ما حد شايفة كده لا يتحرك. أنا أظن أن التلويح بمصالح غربية في المنطقة مهم في هذه المرحلة، لأن هذه مسألة مصير لكل من مصر والسودان. تملك مصر والسودان يعني أوراقا إقليمية مطلوب تفعيلها في هذه اللحظة قبل الملء الثانية، ومطلوب ممارسة ضغوط سياسية حتى تتطور مواقف الأطراف وحتى يوقف ملء بلا اتفاق. واعتقد ان التحرك السوداني اليوم او في الساعات الاخيره من امس اتجاه الاتحاد الافريقي وتحميله المسؤوليه السياسيه حول ملء بلا اتفاق خطوه ممتازه، مطلوب خطوات في هذا السياق ان تتحمل الاطراف مسؤوليتها السياسيه ازاء هذا التهديد للامن الانساني، والا الاطراف تتصرف بقى، يعني كلهم باوراق ضغط وما يملكه. النهارده ايضا الاتحاد الافريقي، فين الاتحاد الافريقي؟ ليه ما بيتحركش الاتحاد الافريقي؟ وكنا يعني نتمنى ان يكون في حركه بسرعه، يعني مع خطوره التطورات القادمه خلال الاسبوعين الثلاثه اللي جايين. فين الاتحاد الافريقي؟ الاتحاد الافريقي يا استاذ احمد طرف غير مؤهل لممارسه الضغوط على مستوى عالي. الاتحاد الافريقي دوله المقر اثيوبيا،
ونحن تأخرنا في التعامل مع الأفارقة فيما يتعلق بحقوقنا ومدى الأضرار التي المتوقعة من ملء بلا اتفاق ومن تشغيل بلا اتفاق ومن حالة سد النهضة وحالة تخزين. لكن طب والعمل عشان كده اثيوبيا متمسكه بالاتحاد الافريقي، بتقول لك انا عايز الاتحاد الافريقي طبعا فاقه. لانها تدرك تماما ان هو يعني كيان بلا اسنان. الادارات الغربيه والامم المتحده تملك عقوبات، بينما الاتحاد الافريقي هو كيان بلا اسنان، وبالتالي تستخدم مقولات ان المشكلات الافريقيه تحل في البيت الافريقي، والبيت الافريقي ليس لديه اوراق ضغط على اثيوبيا. امتى النقطه نصل لنقطه اخيره واحنا بنتكلم على موقف مواقف مصر والسودان موقف واحد واثيوبيا موقف مختلف تماما، النقطه الاخيره امتى؟ يعني اقدر اقول قدامك شهر انا قدامك اظن في منتصف ابريل على الادارتين المصريه والسودانيه اتخاذ موقف حاسم، وانا اظن انه ربما يعلن يعني توقف الدولتين عن الاستمرار في العمليه التفاوضيه والتوجه مباشره الى مجلس الامن. مجلس الامن هيعمل ايه؟ مجلس الأمن يستطيع أن يفرض عقوبات على إثيوبيا، أن يلوح بعقوبات أكثر من العقوبات الرمزية اللي عملها الاتحاد الإفريقي أو حتى الإدارة الأمريكية تحت نظام ترامب. لكن مجلس الأمن احنا لجأنا له السنة اللي فاتت. خد بالك يا أستاذ أحمد، هو الاتحاد الإفريقي بيشتغل في الملف ده تحت ولاية مجلس الأمن، في تقرير بيرفع شهريا لمجلس الأمن بهذه المسألة، ومجلس الأمن صاحب ولاية. هو كل الحكاية إن قال إن المنظمة الإقليمية يعني جدير بها أن تتحرك في هذا الملف، وكانت ده أحد دوافع الاتحاد الإفريقي للحركة، يعني تم الضغط عليه من المجتمع الدولي للحركة وحركته لم تكن حركة ذاتية. طيب موضوع سد النهضة موضوع مهدد للأمن الإنساني وللأمن الإقليمي والدولي. افترض ان مجلس الامن يكون هذه ولاياته في هذه المرحله اذا ما فشل الاتحاد الافريقي نهائيا. دكتوره اماني، عضو المفاوضات او العضو في الوفد الاثيوبي اتكلم النهارده اسمه ابراهيم ادريس، واكد في تصريحات مهمه لوكاله الانباء الاثيوبيه انه فكره اللجوء لوساطه دوليه مرفوضه، وهي ليست مقترحا حقيقيا كما وصفه من جانب مصر والسودان، وانه الهدف منه الضغط على اثيوبيا لقبول اقتراح اللي بينزع عن اثيوبيا حقوق. اثيوبيا النهارده بتتكلم على حقوق في ميه النيل، وانه نهر النيل نهرهم، وانه النهر ده بتاعهم، بيتكلموا بالشكل ده دلوقتي، بقت لغتهم الان كده. صحيح، يعني خلينا نقول ونعترف ان سد النهضه كما وصفه وزير الخارجيه سامح شكري انه سد سياسي، وانه اليه من اليات بناء نفوذهم الاقليمي، والتصريحات المتتاليه هي في هذا النسق. يعني المساله مش مساله فقط سد النهضه بمعناه الفني او التنموي، ولكن ايضا بمعناه السياسي. اثيوبيا تطرح نفسها فاعلا اساسيا في المنطقه، ويريد أن يقود المنطقة شمال وشرق إفريقيا. نعم. إلى أي حد ده مقبول من الدول الأطراف الأخرى؟ أظن أنه مش مقبول، وأن هذا المشروع قابل للتقويض بالكلية. وبالتالي في محاولة لدعم هذا المشروع الإقليمي القائم أو يعني لأحد ألياته سد النهضة، بيتم بقى التصريحات من هنا ومن هنا لإثبات هذا الوزن الإقليمي من ناحية، لإثبات السيادة على نهر نولي بالمخالفة للقانون الدولي من ناحية تانية، لإرضاء الداخل الإثيوبي المفتت وهم مقبلين على انتخابات في مايو المقبل، أبي أحمد هي أصعب الظروف بالنسبة له لخوض انتخابات. يعني في جملة الحقيقة من المعطيات اللي تخلي البيئة سامحة لمثل هذه التصريحات، سواء من المتحدث باسم الخارجية أو باسم أو من أعضاء اللجان المفاوضة. يعني في معطيات أخرى غير مسألة الملء الثاني أو مسألة حقوق الأطراف أو مدى الأضرار بالأطراف، في موضوع داخلي في إثيوبي، في مشروع إقليمي إثيوبي. إثيوبيا دولة يعني لا تستطيع أن تكون بهذا الحجم في الإقليم نظرا لظروفها الداخلية، يعني مش عشان أي حاجة تانية، لكن إحنا بنواجه الحقيقة موقف غير مسبوق، وعلينا إن إحنا
نفعل كافة الأطراف ونلوح بمصالح الأطراف لدينا كمان، لأن دي مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، وأضرار بالغة جدا ولـ 20 مليون سوداني كما قال رئيس مصر. أكدت في بيانها يوم الخميس أنه مصر بترفض الأمر الواقع، وأنه ده بيمثل تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني، وأنه يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة. تحليل حضرتك لهذه الجمل تحديدا إيه؟ ده يعني موقف سياسي مصري بتعلن فيه إنها رد للتصرفات الأسلوبية، رد على كل التصريحات الأسلوبية فيما يتعلق بالملء بلا اتفاق. ومثل هذه المواقف اللي بتحدد فيها مصر نقاط قبولها أو نقاط رفضها، هي بتكون الرفع المواقف السياسية المقبلة فيما يتعلق بسد النهضة أو فيما يتعلق بموقفها من الطرف الأسلوبي حتى في كافة الملفات. طيب هايل، خلينا أكيد هنتابع هذا الملف، وأنا يعني بشكرك مرة تانية دكتورة أماني الطويل.